الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. قالت شركة وود ماكنزي للاستشارات الدولية إن الانتقال إلى الطاقة النظيفة يكلف الناتج الإجمالي العالمي انخفاضا بنسبة 2% بحلول عام 2050، مشيرة إلى أن العراق سيكون من الدول الأكثر عرضة لخسائر الإنتاج الاقتصادي. وأوضح التقرير أن الاستثمارات في تقنيات مثل مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات المتطورة ستساعد في خلق فرص جديدة للعمل في العالم. وذكر التقرير الاقتصادي أن دولا مثل العراق والتي لا تمتلك الاحتياطيات المالية اللازمة للاستثمار في قطاعات الوقود غير الأحفوري ستكون الأكثر عرضة لخسائر الانتاج الاقتصادي، لافتا إلى أن الاقتصادات التي لديها أسواق رأس مال جيدة الأداء تستثمر بالفعل في تقنيات تحول الطاقة أو مستعدة للاستثمار ستكون في وضع أفضل. أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستياليانا جورجيفا أن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية قد يكون لها آثار كبيرة على البلدان ذات المستويات المرتفعة من الديون التي يهيمن عليها الدولار. وقالت جورجيفا إن رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة يمكن أن يلقي الماء البارد على التعافي الاقتصادي الضعيف في بعض البلدان حسب وصفها. وحذرت جورجيفا من تداعيات رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة على التعافي الاقتصادي الضعيف في بعض البلدان، مشيرة إلى ضرورة أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بإبلاغ خطط سياساته بوضوح تام. وشددت المسؤولة على أن محاربة التضخم ليست مهمة البنوك المركزية وحدها، إذ يتعين على صانعي السياسة الآخرين لعب دور رئيسي فعال، بما في ذلك من خلال تعزيز التطعيمات لإنهاء جائحة كورونا. قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مصطفى صنع الله إن المؤسسة تأمل في الحفاظ على معدل إنتاج يبلغ 1,200,000 برميل يوميا بحد أدنى في عام 2022. وأفاد صنع الله بأن المؤسسة تلقت العام الماضي تمويلا من الدولة بلغ نحو 11% فقط من الموازنة المطلوبة لقطاع النفط. وندد صنع الله بقلة استثمارات الدولة في هذا القطاع الحيوي المهم بليبيا، محذرا في الوقت نفسه من تراجع إنتاج الغاز من مناطق شمال غرب ليبيا خلال العامين المقبلين. أنهت أسواق الخليج الكبرى تعاملاتها الأسبوعية على تباين مع اتجاه صاعد للسوقين السعودي والقطري. يأتي ذلك بينما تراجعت المؤشرات الكويتية مع عمليات جني أرباح في عقاب موجة صعود قياسية. وبشكل عام أغلق المؤشر الرئيس للسوق الخليجي متراجعا بنحو 2.3% على مدار تعاملات الأسبوع دون مستوى 12,000 نقطة للأسبوع الثاني على التوالي. وفي مصر أغلقت البورصة تداولات الأسبوع على هبوط ملحوظ لتسجل أكثر وتيرة تراجع أسبوعية منذ أيلول الماضي. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. إلى اللقاء.